انت لسه ما لبستيش يا كامله؟ ومش هلبس. ليه كده قومي؟ يعني ايه نلبس ونروح له ونقول له كل سنه وانت طيب؟ وفيها ايه؟ مش عيد؟ عيد ليه ولمرته. ولينا كلنا يا كامله، ده ابو عيالنا نعيدوا عليه ونغيظوها عشان تعرف ان احنا برضو مش هنسيبوه. اتدبيت يا ندى؟ لا ما اتدبيتش، بس عاوزه اروح له وعيد عليه، ما فيهاش حاجه. قومي لبسي مرت ولدك ويلا. ولزومه ايه؟ لزومه كبير يا كامله. الحاج محمد يخصنا وهيفضل راجلنا اليوم الدين. قومي. كل سنة وانتي طيبة يا فرحة. كل سنة وانتي طيبة يا حبزة. رايقة؟ اتفضلي. كل سنة والحج طيب. كل سنة وانتي طيبة يا مجهودة. اتفضلي يا نورة. اهلا اهلا يا شربات. البيت بيتكم. طبعا البيت بيتنا يا حبيبتي، غصب عن اي حد. فين الحج؟ مرحبا يا كاملة. ازيكم يا بنات؟ ازيك يا ندى؟ كل سنة وانت طيب يا حج. وانتي طيبة. بطنك كبيرة قوي يا فرحة، باين عليها بت. واد ودي حج. الحج وداكي تعملي صرصار؟ سنار يا ورد عمتي. لا ما ودانيش، بس أنا حاسة إن واد إن شاء الله. واد كانت جابت أمك يا حبيبتي. لا أنا عارفة من أول يوم إن واد. أعمل لكم شاي. أول يوم؟ ارتاح ارتاح. وانت عامل ايه يا حاج؟ الحمد لله. اسيبكم انا وانزل البيت بيتكم، واللي هتغيظ ضرتها اكتر من التانية هديها 50 قرش. السلام عليكم. خمسين قرش؟ ماشي. امال كنا جايين لمين يا مندة؟ سيبيني في حالي دلوقتي يا كامله. اتفضل. السلام عليكم عم الحاج. وعليكم السلام. ابوك عامل ايه؟ الحمد لله احسن كويس. مناع؟ نعم عم الحاج. نعمل شاي لجوز بنتي. حاضر عم الحاج. وامري ولد. يا عم الحاج انا عاوز مرتي، ومش هقبل منك اي كلمه بايخه او تهديد. لا يا ولدي، لا تهديد ولا حاجه. البحر اللي بيننا ميته اتعكرت وما فيش مراكب هتمشي فيه تاني. انا موافق عشان خاطر والد بنتي اغلى عندي منك ومن ابوك. يعني ايه؟ يعني مرضاش لوالد بنتي في العيد العيال يسالوا ابوك فين، ولا ارضى البنت انها تتلفت حول نفسها. يعني هترجعها معاي؟ اقعد هبعت لك نواره ومحمد يمشوا معاه. حل غير البتر. رجلها هتتقطع يا دكتور. ما قدمناش حل تاني. غصتي غصتي. اسم الله عليك يا غالي، اسم الله عليك يا غالي، اسم الله عليك يا حبيبي. الحقنا يا عم الحاج، الحقنا يا عم الحاج. خير يا حمدان؟ مناع يا عم الحاج، خبطوا العربية على الجسم ونقلوه على المستشفى وكانوا هيقطعوا رجليه. هو فين دلوقتي؟ في مستشفى أخميم يا عم الحاج. خذ ادفع حساب المستشفى وارجع طمني. أمرك يا عم الحاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. أنت الحمد لله على سلامتك. بسم الله عليك. يا ريتني كنت أنا يا حبيبي. ألف سلامة يا غالي. في عز الظهر رايحة الشمس بتغرب، وحزني حبل لي في طوق رجالي. ف
في عز الظهر ريح الشمس تغرب وحزني حبل لي في طوق رجالي لفين يا قلب من الأحزان حتهرب لدلوقك انت ما فهمتش عذابي لدلوقك انت ما فهمتش عذابي يا قلبي يا قلبي يا قلبي كيش يا منا ده أمر الله ارضى بحكم سيدك انت فاكره انا هبكي على رجلي مالها هتبكي على ايه على كل حاجه على كل حاجه اقول لك ايه بس روح ادرك هاتيلي الحاج محمد استهدى بالله يا مناع هجيب الراجل دلوقت جوبا واسمع الكلام قولوا له مناع عاوزك ضروري وحب على ايده يجي حاضر حاضر يا اخويا حاضر جد دلوقتي من نعمل ايه دلوقتي حال الدل قطعه رجله ومرمي في البيت زي الحريم يعني ايه هيقعد كده خليه يجي يرجع الشغل هو اللي عاوزك تروح له يا عم الحاج اروح له تعبان قوي كده طول الليل والنهار بيبكي ويختلف عاوز يشوفك ضروري هجي له بكره والنبي دلوقتي يا عم الحاج بيبكي زي العيل الصغير وقال لي ما ترجعش من غيره اغير بس فين الواد مناع اللي عامل فيها عيال؟ هنا يا عم الحاج اتفضل. رد الباب وسيبينا وحدينا. حاضر. مالك؟ رجلي اتقطعت يا حاج. فداك يا ولدي. الحمد لله اللي جت على كده. ايه. الحمد لله كل جسمه وليه زكاة مين عارف يمكن ضربت بيها حد دعا عليك